راح فين؟ راح المدرسة. ليسا هو مش طبيعي ان الست تقول لجوزها رايحة فين قبل ما تنزل؟ اه طبيعي. طب انت قلتي لي؟ سوري يا جوز، انا رايحة المدرسة. لا مش نازلة. اوكي باي. باي ايه؟ يوم انا قلت لك اهو عملت اللي عليا. وانا قلت لك انت مش نازلة من البيت ومش هتروحي المدرسة. بقول لك يا اخويا، اللي انت دماغك مفتحة في كل حاجة، اشمعنى بقى في الموضوع ده بالذات دماغك مقفلة كده؟ مفيش حاجة. هو لازم يبقى فيه سبب؟ أنا بس مش عايزك تروحي المدرسة وخلاص. سوري يا كوزي، أنا رايحة المدرسة. مش هتنزلي. ماشي أوكي، باي. بقول لك إيه؟ لو روحتي هتعمل إيه؟ تبقي طالب. تمام. باي.